هذا سائل يقول: إذا نسي المأموم قول التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ إذا نسي نعم المأموم التشهد الأخير والصلاة التشهد الأخير لا التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا بد منه، فيأتي به بعد ما يسلم الإمام، يأتي به. إذا سلم الإمام وما أتى بالتشهد الأخير يتأخر ويأتي بالتشهد الأخير ثم يسلم، لأنه يعني ركن. أما التشهد الأول هذا يجب فيه سجود السهو، هذا واجب من واجبات الصلاة، فيه سجود السهو، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه سجود السهو. نعم.